والله الفعاليات بتتعمل كتير الحمد لله. السنة اللي فاتت زي ما نادين قالت كانوا عاملين في المتحف المصري، السنة دي اختاروا قصر المانيا اللي هو قصر محمد علي. بص مش هزود كتير لان هم شرحوا بالظبط ايه اللي حصل في المتحف، بس انا لما دخلت بصراحة انبهرت لان بتتكلم على قصر وثقافة قديمة تمزجها بفن جديد بفن تشكيلي. والفنون على فكرة جوه لو دخلت واتفرجت مش بس منحصر في اللوحات، منحصر كمان فن الإضاءة، فن الصوت، حاجات مختلفة كتير ما تتوصفش. كمان يمكن في حاجات أنا ما أعرفش حتى أسميها إيه بس ليها في الفن اسم بالتأكيد، فشيء مبهر. نيلي يعني عندك نشاطات فنية مقبلة عديدة سواء في رمضان 2019 وعندك بعتقد ثلاث أفلام يعني من ضمنهم الجزء الثاني للفيل الأزرق وفيلم محمد سبكي وفيلم آخر لسه ما بعرف إذا كان موجود أو لا يعني فما شاء الله يعني كتير ان شاء الله. فخليني ابتدي معاكي في الجزء الثاني لفيلم الفيل الازرق، يعني هل راح تشاركي فيه او لا؟ الجزء الثاني الفيل الازرق هيتعمل ان شاء الله، المفروض نصور الشهر بعد شهر تقريبا، بطوله كريم عبد العزيز، اخراج مروان حامد، كتابه احمد مراد، وبحضر مسلسل لرمضان اخراج احمد مدحت، انتاج استاذ جمال العدل. وعندي فيلم برضو مع كريم عبد العزيز اللي هو الفارس او لسه مش عارفين اسم ايه هيستقره، بس ده بعد رمضان. وعندي فيلم مصري ايطالي برضو بس لسه مش دلوقتي يعني بعد رمضان كل الحاجات. انا بس عايز اسالك شو الموضوع كريم عبد العزيز مع نيلي كريم؟ يعني دايما في فيلم الجزء الاول للفيل الازرق عمل ضجه قويه. عملنا الجزء الاول فبنكمل الجزء الثاني. وفيلم ثاني كمان مع كريم عبد العزيز. فيلم ثاني ان شاء الله. يعني انا بالعكس انا يمكن من اكتر الناس ما اشتغلتش مع كريم يعني اساسا، ده ثاني عمل اجمعنا مع بعض. دورك في رمضان 2019 هيكون مختلف عن الادوار الماضيه؟ اكيد يعني مش راح يكون في مثلا ما فيش مسلسل شبه التاني يعني. انا اكيد بس كل حاجتي تختلف يعني حتى يعني كل مسلسل مستقل بذاته بشخصي ان كان قصه المسلسل او شخصيتي حتى في المسلسل.